الزيت النباتي بدي أخلطه مع زبدة، حتى الزبدة لو حطيناها لحالها بتحترق، فما بدي أحطها لحالها، بدي أنزلها مع الزيت النباتي. بس هي نكهة الزبدة مطلوبة بهاي الأكلة، لأنه رح نقلي لحمة على دفعات، أنا مقلية شوي منها لأنه ما بدي أحطها مرة واحدة، ولحمة عجل. دائما لحمة العجل كتير تطلع طيبة مع الزبدة. رح ننزل رأسا اللحمة. بدي أفرجيكم قديش بسرعة رح تاخد لون. وأنا بحب بهاي المرحلة سمير أتبل ما عدا الملح. الملح ما مننزله بالأول، أوكي، لأنه الملح بيخلي اللحمة تشد. فهلا حطينا البهارات المشكلة، الكزبرة، الكمون، الفلفل الأحمر الحار، كل الأشياء المذكورة. بدي أتبل فيها اللحمة اللي عندي بالإضافة للكركم. بدي أنزل شوي من الشوفان حتى يمتصلنا هاي السوائل ويغلف اللحمة شوي. أنا هيك عاملة حتى باللي عملتهم بالدفعة الأولى. أنا رح أكتفي بهذا القدر وأشيلها على جنب وأكمل الخطوات. لا، أنا بس بدي أرجع أضيف زيت لأنه قلت الكمية اللي عندي طبعاً بعد ما قلينا اللحمة. وبدي أنزل الخضار الآسية وأقلبها. الخضار الآسية اللي هي البصل الكبير بهذا الشكل، كمية بدي من البصل. أنا بس بدي أنزل الجزر والبطاطا. شوفوا البطاطا ما أصغرها، إذا كانت شوي أكبر قطعوها لقسمين. والبطاطا فرشيتها كتير منيح لأني خليتها مع القشر. رح أنزل الجزر والبطاطا كمية جيدة ونقلب يا حلوين. طيب يلا نحط الثوم عشان نريح الناس التعبانة اليوم بالاستوديو. هلا أستاذ، تفضلي. شوف، في شغلة مهمة، طلعوا كيف صارت الخضار اللي عندي مغلفة، طلعوا مغلفة وبتحسوها بلشت تتحمص، ما بديها تضلها نية. اوكي طاجن وبده يدخل فرن، بس بدنا نبني نكهات. احنا لما بنبني نكهات، اللحمة عملنا لها نكهة وحطينا بهارات، بنينا الخضار مع نكهة. هلا كيف كله بده ينحط فوق بعض، مش بس انك انت عم بتحط خضار بالفرن ويلا. طيب، فهلا بدنا نعمل الصلصة. هون عندي بندورة طازة، تقريبا حبتين، يعني قد ما انتم بدكم، بندورة مقشرة ومعصورة على محضرة الطعام. رح اضيف لها الكاتشب من هلو. في عندكم يا الكاتشب الحار يا الكاتشب العادي حسب الرغبة. رح اضيف الكاتشب ورح اضيف عليهم كمان ربع البندورة. وبعد ما حطينا ربع البندورة والكاتشب، العسل. يا سلام، العسل ضروري. بدي اقول لكم شغلة، كثير مرات انا كنت احلي دائما او دائما متعودين علي بحط مع صلصات البندوره معلقه سكر. تمام، جربوها برضو مع العسل، طعم رائع. بدنا نحط المي السخنه. اوكي، بدك احط هنا؟ يس. وين المي السخنه بدك اياها؟ هون عندهم تقريبا كاي كاسه، كاسه ونص. واخيرا وليس اخرا، خلص يا شيف ديما، اشوف قد ايه. كمان شوي سمير، كمان 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 كمان. خلص نضيف دبس الرمان من شركه اليمامه العظيمه. طلع مع احلاها السكويز، ما انه كل العبوات عندنا اليوم سكويز من هلو، حتى اليمامة، فبتشكرهم اكيد. هلا بدي اخلطهم وانا صار عندي الخطوات كلها جاهزة. هلا في عنا عسل، بس برضه بدنا نحط الملح، وبرضه بدي احط فلفل اسود. وشوفوا باقي كل البهارات اللي حطيناهم بدي ارجع اضيفهم برضه بالصلصة اكيد. بهارات الضياء اكيد، هذا الرفيق الدائم الموجود معانا في مطبخ رؤيا. هلا انا بدي انزل اول إشي طبقه الخضار، ماشي، اوكي، مع كل هالنكهات الطيبه. شايفين كل إشي نزلته هسه قاعده انت بتركبيها الان؟ بركب فيها، لانه انا ما بدي مثلا اللحمه تكون منكهه، الخضار ما تكون منكهه، فحبيت كله يكون مقلب ومقلب. اوكي، هلا رح ناخذ اللحمه اللي شوحناها برضه مع البهارات والزبده والزيت والشوفان. شوفوا الشوفان كيف عمل تغليفة، رح يعطي نكهة كتير طيبة. كيف لحد الآن؟ كله تمام. وهلأ هالصلصة الطيبة الغنية اللي عنا، اللي باستخدام هالمنتجات الفخمة اللي عنا، بدها تنزل فوقهم حتى تكون لنا صلصة مع هاي المواد كلها اللي عنا. لو سمحت يا سمير بدي أزيد شوية مي. يلا بعد إذنك. هاي المي ستنا ما يقارب كوب، يعني أحط بجانب واحد وين ما بدك. رح أخلطها معنا. أيوة، هلأ صارت عندي كل مقاديري 100% زي ما أنتوا شايفين، وأضفت الملح وأضفت الفلفل وأضفت كل المقادير. بنسكر عليها وبندخلها على فرن
حرارته 200 لمدة ساعة، ساعة كاملة. أوكي. أوكي. هلا الجاهزة اللي عندنا بدنا نزينها. بشو بدنا نزينها أستاذ سمير؟ بدك تحطي أكيد رمان. هلا هي يا عيني عليك لأنه فيها دبس رمان. عليها لوز. بدك تحطي هنا هذا بقدونس. لا. سمسم. هذا سمسم حمص. سمسم. ولوز. تمام. شوف هلا بما إنه فيها دبس رمان كتير رح تطلع طيبة لو بس هيك حطينا لها شوية رمان على الوجه. أوكي. ولو حطينا شوية بقدونس عشان نكسر ونحط لون حلو مع هالخضار. الله. أوكي. الله. الله. وبعدين رح أحط شوية لوز محمص وأخيراً وليس آخراً سمسم محمص. وهيك صارت وصفتنا الأولى جاهزة. بدنا لحم عجل مقطع إلى مكعبات كبيرة، بدنا زيت وبدنا زبدة مستخدمين التنين، بالإضافة لثلاث معالق شوفان حتى نسبك الصلصة، بدنا ثوم كبير، بصل، بدنا بطاطا، جزر، بالإضافة لرب البندورة، وبدنا كمان كاتشب، وبدنا كمان دبس الرمان وبندورة طازة، بالإضافة لشوية عسل حتى نحلي الصلصة ودبس رمان، وكمان بدنا بهارات كل هاي المذكورة من فلفل أسود، جوزة الطيب، كبش قرنفل، بتقدروا تحطوا كركم يعني زي ما أنتوا حابين، زنجبيل مطحون، وبدنا كمان فلفل أحمر حار باودر، بالإضافة لملح، وبدنا لوز للتزيين وسمسم وبقدونس للتزيين.